المكان، المياه الدولية شرق المتوسط، الزمان فجر 31 من مايو عام 2010، الحدث هجوم إسرائيلي خلف 9 شهداء أتراك على ظهر السفينة مافي مرمرة التي أبحرت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. جريمة جديدة صحى عليها العالم لتضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لكن هذه المرة الضحايا من تركيا. قوات الكوماندوز الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والغاز ضد قافلة الإغاثة الإنسانية التي نظمتها حركة غزة الحرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، وحملتها بالبضائع والمستلزمات الطبية ومواد البناء، وكان برفقتها 750 ناشطا من 50 دولة معظمهم من تركيا. الجريمة الإسرائيلية قوبلت باستنكار دولي واسع، وطالب مسؤولون من أنحاء العالم الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي، فيما رفضت إسرائيل الدعوات لهذا التحقيق، وأصدرت النيابة التركية لوائح اتهام ضد قائد هيئة الأركان العسكرية الإسرائيلية الأسبق جابش كنازي بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى 3 ضباط إسرائيليين آخرين. وإزاء الإنكار الإسرائيلي للمسؤولية والتنصل منها، سحبت تركيا سفيرها في إسرائيل وجمدت علاقاتها معها وتمسكت بالاعتذار الإسرائيلي الصريح ودفع تعويضات لعائلات الضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة. أخيراً وفي 22 من مارس الماضي رضخت إسرائيل للمطالب التركية، مقدمة اعتذاراً رسمياً لتركيا معترفة بارتكاب أخطاء، وتعهدت بدفع التعويضات لأسر الضحايا مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونيا. ورغم الاعتذار الرسمي والتعويضات المرتقبة، تبقى جريمة مافي مرمرة حاضرة دوما لتؤكد أن العالم لن ينسى يوما أن هناك أحرارا سلكوا كل طريق ووسيلة من أجل التضامن مع شعب محاصر يسعى لنيل حقوقه المشروعة. مافي مرمرة، تلك السفينة التي أبحرت في بحر الحرية معاندة أمواج الظلم والحصار، ستبقى أيقونة الحرية للشعب التركي والفلسطيني، حتى لو تم تسوية الخلافات السياسية والقضائية بين إسرائيل وتركيا. يوسف سامي قمضان، قناة التركية، اسطنبول.